الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول في سؤال آخر: هل لبس النظارة بالنسبة للرجال بقصد الزينة حرام، وكذلك الكحل للرجال سواء كان في العين أو المحاجر؟ الكحل للرجال سنة على وجه لا يكون فيه تشبه بالنساء، وإلا فالكحل للرجال سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الدواء للعينين وقوة البصر. نعم. ولبس النظارة للزينة. ولبس النظارة يجوز من المباحات، ومن المباحات ما لم تكن هذه النظارة فيها ذهب أو فيها فضة. إذا كانت نظارة ليس فيها ذهب ولا فضة يجوز لبسها للرجل سواء لضعف البصر أو لغير ضعف البصر. نعم. وإن كانت تفضي إلى شيء من التقليد؟ لا، ما في تقليد لبس النظارات، ما في تقليد، هو من العوائد المشتركة بين الناس. نعم.